نحن رايحين لفرنسيا في ميالي موضوع أثار انتباهي. سيدة سماء ولدت سماء ولها أبناء ولدوا كذلك بنفس الصمام تتحدث عن نفسها. موضوع أحببت مشاركتكم إياه، أتمنى أن يكون مفيدا. Si une personne est sourde, dans quelle langue pense-t-elle ? إذا ولد شخص ما أصم لا يسمع نقول عنه سورد. Si une personne est sourde, نتكلم عن شخص إذا ولد أصما. Dans quelle langue pense-t-elle ? بأي لغة يفكر هو؟ بأي لغة يفكر هو؟ طبعا هذا موضوع تطرقت له سيدة سماء أوليد غاسر، طبعا ترجمته عن كاتبة الموضوع الحقيقية اللي هي ميشيل وستفل. هذه السيدة هي التي تحدثت عن نفسها، هي ولدت سماء ولها أبناء بنفس الشكل. طبعا السيدة الأصلية التي كتبت الموضوع عنونته If a person is born deaf, which language do they think in? If a person is born deaf, إذا شخص ما ولد أصم، which language أي لغتين do they think in؟ عندنا لو فيرب تو تينك، تو تينك يعني أنك تفكر، كما نقول في اللغة الفرنسية بونسي، أي لغتين هم يفكرون؟ إذا نتكلم عن الأشخاص الذين ولدوا مصابين بالصمم. If a person is born deaf, which language do they think in؟ أي لغتين هم يفكرون بها؟ كما هو ترجمته Si une personne est sourde, dans quelle langue, dans quelle langue, في أي لغة pense-t-elle؟ هو يفكر. طبعا هنا نقول كلام أوديل غاسر التي بدورها ترجمت كلام ميشيل وستفل، تقول هي cette réponse، هاد الجواب pour ne pas être une traduction fidèle، يمكن أن لا يكون ترجمة فيدال كما لو نقول وفية. المقصود ممكن ألا تكون الترجمة متطابقة 100% مع كلام ميشيل وستفل التي نشرت كلامها بالإنجليزية. طبعا بين لغة ولغة هناك بعض الاختلاف. إذا cette réponse peut ne pas être une traduction fidèle de la réponse de Michel Westphal accorda en anglais. يمكن هذا الجواب ألا يكون متطابقا مع جواب الكاتبة الأصلية للكلام بالإنجليزية. طبعا أوديل غاسر ستنقل كلام ميشيل وستفل كما قلنا، تقول جو سوي ني سورد، يعني أنني ولدت صماء. جو سوي ني سورد، أنا ولدت صماء. طبعا في حالة مذكر نقول سور بدون هاد أ. جو سوي سورد إي جي إيتي سورد توت ما في، أنا صماء وأنا كنت صماء كل حياتي. جو نوبورت با دباغاي أوديتيف، أنا لا أحمل أجهزة سمعية. Je ne porte pas d'appareil auditif ni d'implant cochléaire، ولا أحمل السماعات الطبية. طبعا الأجهزة السمعية كما نقول السماعات الطبية. Je ne porte pas d'appareil auditif ni d'implant cochléaire، نتكلم عن الغاب بلانتي implant cochléaire كما نقول غرس القوقعة. Je n'ai pas envie، ليست لي الرغبة، d'emporter non plus، يعني ليست لي الرغبة في أن أحمل منها كما نقول بتاتا، لا أريد أن أحملها بالمرة، لا أرغب في حملها. Je parle la langue des signes américaine، إذا أنا أتكلم لغة الإشارة الأمريكية التي تسمى ASL، ASL كما نرى. Je parle la langue des signes américaine، أنا أتكلم لغة الإشارة الأمريكية. C'est ma langue principale، وهي لغتي الأصلية. Je suis mère de deux enfants nés sourds. Je suis mère de deux enfants nés sourds. أنا أم لطفلين ولدا ني، نتكلم على الفيرب ناتر، ناتر يعني ولدا. Je suis mère de deux enfants nés sourds، يعني أنا أم لطفلين ولدا أصمين. Pour nous، بالنسبة لنا، ممكن أن تعني في معنى آخر من أجلنا. Pour nous، سلولة et pour nous، هذا من أجلنا. هنا عندنا pour nous المقصود بها بالنسبة لنا la surdité et génétique. إذا بالنسبة لنا الصمم et génétique، يعني أنه وراثي ينتقل من الأب أو الأم إلى الطفل بالوراثة. ثم تقول j'ai une voix dans ma tête،
عندي صوت في رأسي، يعني أن تسمع واحد صوت في رأسها. جاء une voix dans ma tête. عندي صوت في رأسي، mais elle n'est pas basée sur les sons. ولكنه ليس مرتكزا على الأصوات، يعني ليس كالأصوات التي نسمعها بمعنى آخر. mais elle n'est pas basée sur les sons. إذن عنده واحد صوت، واحد الكلام في رأسها تيدور، ولكنه ماشي مسمع بالطريقة ديال الصوت. هذا هو المقصود هنا. mais elle n'est pas basée sur les sons. Je suis une personne visuelle. أنا شخص تتكلم الأم عن نفسها. Je suis une personne. إذن هي شخص visuelle. يعني كما نقول رؤيوية. تعتمد على الرؤية. visuelle relatif à la vie. متعلق بالرؤية. Je suis une personne visuelle. إذن كما نقول أنا شخص رؤيوي. Alors, dans ma tête. إذن في رأسي. Je vois, soit dit signe ASL, يعني أنني أرى. Je vois, أنا أرى, soit dit signe ASL, أنا أرى إشارات ASL, نتكلم عن لغة إشارات الأمريكية كما ذكرنا. Des images, ترى أيضا صورا. إذن هذا هو الكلام الذي تتحدث عنه، هو عبارة عن صور. Des images, soit parfois, des mots imprimés. Soit parfois, des mots imprimés. وأحيانا ترى كلمات مرسومة مكتوبة. ما فوا انتيغ أديمو. ما فوا انتيغ صوتي الداخلي أديمو عنده كلمات. إذا الصوت ديالها الداخلي فيه كلمات. ما فوا انتيغ أديمو. إذا صوتي الداخلي فيه كلمات عنده كلمات كما نقول هنا. دي كونسبت دي كونسبت. إذا عنده تصورات. ما هو انتيغور ادمو. اذا صوتي الداخلي عنده كلمات. المقصود ان الكلام الذي ينبعث عنده داخليا يعني يتضمن كلمات. دي كونسبت دي كونسبت. المقصود هنا ما هو انتيغور ا دي كونسبت، يعني كلام الداخلي يتضمن تصورات دي بونسي وعنده افكار. مون اسبري. طبعا كلمه اسبري ممكن ان تعني الروح، ممكن ان تعني النفس، ممكن ان تعني الذكاء، ممكن أن تعني الذكاء أو الفكر. مون إسبري كما نقول فكري. ناني فيد، ليس لا فارغا، ني سيلونسيو ولا صامتا. ني سيلونسيو ولا صامتا. إذا كما نقول ما يوجد داخلها، إذا كما نقول إحساسها الداخلي من فكر من كلام إلى آخره. ناني فيد، ليس لا فارغا، ني سيلونسيو ولا صامتا. ثم تقول هاد السيدة التي ولدت صماء. جو تخيت لي زانفورماسيون. جو تخيت لي زانفورماسيون، انا اعالج المعلومات دو مون سيرفو. جو تخيت لي زانفورماسيون دو مون سيرفو، انا اعالج المعلومات في دماغي مثل كل شخص. ميزيو مقصود دو ميزيو، المقصود انني اعالج المعلومات في عيني موني، واعالج المعلومات في انفي عندما اشم رائحة. أعرف مصدر مثلا وماذا تعني إلى آخره. ما لونغ وبلساني مثل كل شخص. إيمون توشي وبلمسي. إيمون توشي كما نقول وبلمسي، عندما ألمس شيئا أعرف ماذا يعني هذا الشيء إلى آخره. دو لا ميم مانيير كو لي زوتر بيرسون، بنفس الطريقة كالأشخاص الآخرين. إذا جو تخيت لي زانفورماسيون دو مون سيرفو. ميزيو موني. ما لونغ et mon toucher de la même manière que les autres personnes. انا اعالج المعلومات بعقلي بعيني بانفي بلساني وبلمسي بنفس الطريقه كالاشخاص الاخرين، لا فرق. le son ne fait tout simplement pas partie de mon processus de pensée. le son ne fait tout simplement pas partie de mon processus de pensée. يعني ان الصوت ne fait tout simplement pas partie de mon processus de pensée. يعني أن الصوت لا يفعل ببساطة جزءا de mon processus de pensée، من مسار فكر كما نقول. إذا المقصود هنا بأن الصوت ببساطة لا ينتمي لمراحل فكري. طبعا الفكر عندما تريد الحكم على شيء ما، طبعا هناك بعض التدرج في الفكر حتى تصل إلى نتيجة معينة، حتى لو كانت النتيجة سريعة.
أكيد أن الفكر ينطلق من معطى. طبعا عموما الشخص يرى شيئا أمامه، يأخذ الموجود أمامه ثم يفكر ثم يستنتج. إذن هذا يسمى بروسيسي. كمان نتكلم عن تطور أو صيرورة، أو نتكلم عنها التدرج في المراحل، إذن يسمى بروسيسي. إذن تقول هنا لصون في تو سامبلومون با بارتي دومون بروسيسي دو بونسي، يعني أن الصوت لا يدخل في نطاق تفكيري. Et le fait qu'il ne fasse pas partie de mon processus de pensée, et le fait qu'il ne fasse pas partie de mon processus de pensée, ou le fait, ou le واقع, et le fait, ou le واقع, ou le fait, اللي موجود على الأرض. Et le fait qu'il ne fasse pas partie de mon processus de pensée, عندنا et le fait. كما نقول والفعل. طبعا نتكلم عن le verbe faire, يعني فعل. كما نتكلم هنا عن فعل واقع موجود. أو بمعنى آخر, والاستنتاج. ما هو الاستنتاج؟ كيل نو فاس با بارتي، بأنه لا ينتمي. كيل نو فاس با بارتي، بأنه لا ينتمي دو مون بروسيسو دو بونسي، بأنه ليس جزءا من مراحل فكري. المقصود هنا بمعنى آخر كما نقول، وكونه لا ينتمي لعملية فكري، كما نقول، وكونه لا ينتمي لعملية فكري. طبعا نحن كأشخاص عاديون يدخل الصوت في تفكيرنا. هي طبعا هذه السيدة تقول بأن هذا الصوت لا ينتمي لعملية فكري ولا لمرحلة فكري، وكونه لا ينتمي لعملية فكري alors fait qu'il ne fasse pas partie de mon processus de pensée ne signifie pas لا يعني ne signifie pas هذا لا يعني que je n'ai pas de voix intérieure بأنه ليس لي كلام داخلي. إذا كان الصوت لا يدخل في عملية فكري فهذا لا يعني بأنه ليس لي كلام داخلي. هناك كلام لكن بطريقة أخرى. Et le fait qu'il ne fasse pas partie de mon processus de pensée ne signifie pas que je n'ai pas de voix intérieure. هذا لا يعني بأنه ليس لي صوت أو كلام داخلي. J'en ai une. عندي منه واحد. المقصود عندي من هذا الكلام واحد. أنا مثلكم. أنتم عندكم كلام داخلي لكنه يعتمد أيضا على الصوت، لكن أنا حتى بدون الصوت أنا لدي كلام أيضا. جوني إن أنا عندي واحد عندي واحد من هذا الكلام مثلكم، فقط أنه لا يعتمد على الصوت. ثم تختم بهذا الكلام جسوي أنات كونسيون، أنا كائن واعي. طبعا في مؤنث نقول كونسيونت. Je suis un être conscient. أنا كائن واعي avec des sensations مع أحاسيس. نتكلم على الverb sentir فعل أحس avec des sensations مع أحاسيس qui pense et raison التي تفكر وتحلل. التي تفكر وتحلل. إذا نتكلم على الverb penser et le verb raisonner ومنها le raisonnement. يعني التحليل والتدرج في الاستدلال. والتدرج في الاستدلال يسمى لو ريزونمون. إذن جو سوي ان اتر كونسيون، انا كائن واعي احس بما حولي افيك دي سونساسيون باحاسيس كي بونس ايزون التي تفكر وتحلل. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.